مع انه العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ توفي من 42 سنة، بس هو احتفظ بمكانته بقلوب الجمهور العربي اللي ضل يشوفه أيقونة الغناء العربي، مع انه خلقت كتير اجيال من بعد ما توفي، بس ضلت مكانته عند كل هالاجيال كبير كتير. ولسه اغاني وافلام العندليب الاسمر بعد 42 سنة من رحيله محفورة بوجدان جمهوره بكل البلدان العربية. بهيدا الفيديو من قناة قصة حياة رح نحكي سوا عن أهم محطات وأسرار العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. بعد 42 سنة على وفاة العندليب الأسمر، أبرز أسرار ومحطات حياة عبد الحليم حافظ. المعلومة الأولى، عاش طفولته وهو يتيم ومصاب بمرض البلهارسيا. العندليب الأسمر اللي كان اسمه لما ولد عبد الحليم علي شيبانا، خلق ب 21 حزيران سنة 1929 بضيعة اسمها الحلوات اللي بتتبع لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية بمصر. توفيت أمه قبل ما يكمل عبد الحليم عمر السنة، وبعد ما توفي أبوه وهو صغير عاش يتيم عند خاله الحاج متولي عماشة مع أخته عليا وأخوه المطرب إسماعيل وأخوه الثالث محمد. كان عبد الحليم بيسبح بالترعة مع الأولاد الصغار بالضيعة، وهالشي خلاه ينصاب بالبلهارسيا، هالمرض اللي ضل يعاني منه طول حياته وخلاه يساوي 61 عملية جراحية. ومع أنه شاع خبر أنه تربى بملجأ، بس قرايب عبد الحليم أكدوا أنه هالحكي مش صحيح، وقالوا انه كان يروح على ملجأ القرية كرمال الآلات الموسيقية الموجودة فيه. درس العندليب الأسمر بمعهد الموسيقى العربية من سنة 1943 وكان متخصص بالتلحين، وبعد ما تخرج سنة 1948 اشتغل استاذ موسيقى بطنطا والزقازيق، وبعدين بالقاهرة مدة 4 سنين، وبعدين اعتزل التدريس واشتغل عازف على آلة الأوبوا بفرقة الإذاعة الموسيقية. ولما اكتشف الإذاعي حافظ عبد الوهاب صوت عبد الحليم، أقنعه يغير اسمه ليصير اسمه الفني عبد الحليم حافظ. وبعد ما نجح بشكل كبير أطلق عليه الناقد جليل البنداري لقب العندليب الأسمر. ومع أنه عبد الحليم وصل لعالم الشهرة والنجومية، بس هو ما نسي ولاد ضيعته الحلوات، وبنى فيها سنة 1969 مستشفى بتعالج الفقراء والأغنياء سوا. وكان لعبد الحليم حافظ أعمال خيرية كتيرة مش بس بالقرية اللي خلق فيها، فقد قدم المساعدة لكتير من المستشفيات ودور الأيتام، وكان يجمع المصاري من حفلاته ويقدمهم للمحتاجين بدول عربية ومناطق عربية كتيرة. سنة 1951، ومن بعدها غنى يا حلوي أسمر وأغنية صافيني مرة، هالشي سنة 1952، لكن الجمهور ما تجاوب معه بالبدايات، حتى أنه عبد الحليم غنى بعشر حفلات وما قبل ياخد أجاره، وقال للمتعهد أنا فشلت وما بستهلش الأجرة، بس مع هالشي ما يأس وأكمل طريقه الفني. سنة 1953 غنى عبد الحليم يوم إعلان الجمهورية بحفل أضواء المدينة، وقدم بالحفل غنية صافيني مرة، وكانت هي البداية للانطلاق بعالم النجومية. من بعدها قدم أكثر من 200 أغنية تعاون فيها مع أكبر الكتاب والملحنين بالوطن العربي. أشهر أغنيات عبد الحليم صعبة تنحصر بهالفيديو، لكن منذكر منها قارئة الفنجان، سواح، نبتدي منين الحكاية، أسمر يا سمراني، بحلم بيك، جبار، وغير كتار. سنة 1967 قدم العندليب الأسمر حفلة تاريخية بلندن، حضرها 8000 شخص، وقدم مدخول الحفلة للمجهود الحربي وغنى بهيدي الحفلة غنية المسيح. ومن نجاحاته لعنواننا الثالث بالفيديو، الخلافات الكتيرة بين عبد الحليم وأبرز النجمات والنجوم بالعصر الخاص فيه، فقد كانت الغيرة والمنافسة الفنية الحامية هي السبب بالخلافات بين عبد الحليم وبعض نجمات ونجوم الفن العربي بهيديك الأيام،
وبيضل أشهر هالخلافات وأبرزها هو خلافه مع كوكب الشرق أم كلثوم. وقد بلش الخلاف بحفلة غنائية سنة 1964 كان المقرر فيها أنه تغني أم كلثوم ويغني من بعدها عبد الحليم، بس كوكب الشرق تأخرت كتير وهي عم تغني فقرتها على المسرح، وهالشي خليه لعبد الحليم يعصب كتير، خصوصي أنه كتير من الجمهور طلع من الحفلة بعد ما خلصت أم كلثوم من فقرتها الغنائية. ولما طلع العندليب الأسمر على المسرح قال: أنا ما بعرفش السر لاختيار الغناء بختام حفل بتغني فيه أم كلثوم، وهالشيء هو شرف ولا مقلب. هالكلام عمل كتير من الخلافات لمكانة أم كلثوم الكبيرة بمصر بهيديك الفترة، وصار كتير من الناس يطالبوا عبد الحليم بالاعتذار منها، بس هو كان يرفض على طول. وبعد ما صارت نكسة حزيران 67 تواصل معه لينهي الخلاف ويجتمعوا لمصلحة مصر، فوافقت ونحل الخلاف وتمت الصلحة. علاقة العندليب الأسمر مع المطربة وردة الجزائرية شهدت كمان الكثير من الأخذ والرد، واستمرت خلافاتهم مدة طويلة قبل ما يتصالح الفنانين الكبار من بعدها بفترة. ومن خلافات عبد الحليم المشهورة مع الفنانين خلافه كذلك مع نجاة الصغيرة بعد ما غنى غنيتها لا تكذبي، واللي حققت نجاة فيها نجاح وشهرة واسعة، فاعتبرت نجاة انه عبد الحليم عم يتعدى على نجاحاتها. وتكرر نفس الموضوع مع الفنانة فايزة احمد لما غنى عبد الحليم اغنيتها اسمر يا سمراني، فردت عليه فايزة احمد وعملت غنية هاتولي وابوري الحريقة اللي كانت على وزن والحان غنية عبد الحليم قولولو الحقيقة. ولما بدنا نحكي عن خلافات عبد الحليم مع النجوم ما فينا نتجاهل ابدا خلافه مع فريد الاطرش على مين فيهم هو الاحق انه يحيي حفل شم النسيم سنة 1970، ليضل الخلاف حتى تصالحوا بلقاء مع الاعلامية امال فهمي. منروح بجولتنا مع سيرة عبد الحليم حافظ على الاغاني الوطنية اللي انفرد بتقديمها. فعبد الحليم هو النجم الاول للاغنيات الوطنية، وقد قدم العشرات منا اللي انتشرت ونجحت كتير، من أشهر هالأغاني أغنية بحلف بسماها، ومن عالم الغناء إلى عالم السينما. ما هي حكاية عبد الحليم حافظ مع السينما ونجاحاته هناك؟ عبد الحليم حافظ ومع أنه ما قدم أكثر من 26 فيلم سينما، بس هالأفلام عملت رصيد إضافي وصدى كبير بمسيرته الفنية. من أشهر هالأفلام موعد غرام، معبودة الجماهير، الوسادة الخالية، شارع الحب، وفيلم أبي فوق الشجرة. وقد شارك عبد الحليم كمان بمسلسل إذاعي هو أرجوك لا تفهمني مع النجم القديرة نجلاء فتحي سنة 1974. بعيدا عن الفن نذهب في جولة مع عبد الحليم وصداقاته مع القادة العرب، فقد كان للعندليب الأسمر علاقات قوية جدا مع عدد من الزعماء العرب، على رأس الزعيم جمال عبد الناصر اللي تأثر عبد الحليم كتير بوفاته. كمان كان للعندليب علاقة طيبة مع أنور السادات حتى أنه غنى بعرس بنته. إلى جانب ذلك كان لدى عبد الحليم صداقة وعلاقات قوية مع رئيس تونس الحبيب بورقيبة، والرئيس العراقي عبد السلام عارف، والرئيس الجزائري أحمد بن بلة. أما الملك المغربي الراحل الحسن الثاني فكان من أكثر المعجبين بالعندليب الأسمر وأهداه بدلة من تصميم المصمم الإيطالي العالمي سامالتو، اللي طلب منه الحسن الثاني يصمم بدلتين بنفس التصميم والشكل والقماش وإنه ما يصمم مثلهم قبل 30 سنة، ولبس الملك بدلة منهم، أما البدلة الثانية فأهداها لعبد الحليم. حتى إنه الملك المغربي أهدى عبد الحليم سيارة فاخرة وسريعة كتير ساهمت بسرعتها بإنقاذ حياة عبد الحليم لما أصيب بنزيف بفيلته بالعجمي. هيدا بالنسبة للحياة الفنية وحياة الصداقة والعلاقات مع رجال السياسة والفن، لكن ماذا بالنسبة للحياة الشخصية وعلاقات عبد الحليم مع النساء وحياته الخاصة؟ كانت حياة عبد الحليم حافظ العاطفية مليئة بالمطبات، فارتبط بالبداية ببنت حبة لمدة 4 سنين، وبعد ما وافق أهلها إنها تتزوج من العندليب اكتشفت إنه عندها ورم بالدماغ وتوفيت قبل ما يصير موعد الزواج. وبلقاء للممثلة زبيدة ثروت قبل وفاتها قالت إنه عبد الحليم طلب إيدها للزواج،
لكن أبوها رفض زواجها من فنان. أما اللغز الأكبر بالحياة العاطفية للعندليب الأسمر فكان قصة زواجه بالراحلة سعاد حسني. فبعد ما كشف الإعلامي مفيد فوزي عن هالزواج رجع ونفى الموضوع، لكن أخت الراحلة سعاد أكدت أنه سعاد حسني تزوجت بالفعل وبشكل رسمي من العندليب الأسمر. وبالنسبة لميرفت أمين اللي عشقها العندليب الأسمر وغنى بناء على طلبها بوحدة من حفلاته غنية أهواك، فهو طلب منها الزواج والسفر معه لباريس بفترة النقاهة اللي رح يمضيها هنيك، بس هي طلبت فترة للتفكير وقالت انه سبب رفضها كان مرض عبد الحليم وانه خافت يتوفى بعد زواجهم بمدة قصيرة وينقال انه وجه نحس عليه. وبالنهاية رح نحكي شوي عن وفاة العندليب وجنازته الضخمة. فقد تسببت البلهارسيا بمعاناة كبيرة طيلة حياة العندليب الأسمر وأتعبت جسمه حتى قضت عليه. اشتد المرض على عبد الحليم حافظ سنة 1977 وتوفي بنفس السنة، وبيوم وفاته لبس ثيابه، غسل شعراته، وقص أظافره قبل ما يجي نزيف قوي توفي على إثره. طلعت لعبد الحليم واحدة من أكبر 3 جنازات شعبية بتاريخ مصر من بعد جنازة جمال عبد الناصر وجنازة أم كلثوم. وعلى اعتبار أنه العندليب الأسمر كان معشوق الفتيات بهيديك الأيام، فكتير من البنات انتحروا بسبب الحزن على وفاته. كانت هيدي جولتنا مع بعض أسرار وخفايا حياة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ومعلومات كتار منا ما بيعرفوها عنه وعن حياته الفنية والشخصية. بتمنى تكون الجولة نالت إعجابكم. ما تنسوا تشاركوا الفيديو مع الأصدقاء على الفيسبوك والواتساب وتويتر، وتابعونا بفيديوهات قادمة. بنهاية هذا الفيديو رح تشوفوا بعض الفيديوهات المقترحة من القناة، بتمنى تشوفوها وتستمتعوا بمشاهدتها. تركولنا التعليقات كمان لحتى نقرأ اقتراحاتكم وآرائكم بالمحتوى اللي عم نقدمه. شكرا لكم على المشاهدة.